السلام عليكم. معلومة انستغرامية سريعة، أكيد لاحظتوا بآخر فترة في فيديوهات الريلز بالانستغرام إن الفيديوهات كلها وأغلبها صارت إباحية، فبشرح اليوم راح أعلمكم شلون تلغون كل الفيديوهات الإباحية والعارية من قسم الريلز بالانستغرام. أول شي راح تدخل على حسابك، بعدين تضغط على قسم الريلز وتشوف أي فيديو. الحين راح تضغط ثلاث خطوط اللي تحت على اليمين وتضغط تحت على خيار مانج سجستد كونتنت. الحين راح تضغط على خيار كاستم ووردز اند فريزز، فوق راح يكون عندك الخيار. اضغط عليه واكتب كل الكلمات أو الجمل أو الإيموجيات الإباحية. الحين مثلا راح أكتب كلمة دانس أو الرقص وتضغط على كلمة دون. بعدين تقدر تضغط عليها مرة ثانية وتكتب فوق أي شيء. تقدر تكتب باللغة العربية والإنجليزية الجمل والكلمات الإباحية اللي أنا وأنت نعرفها. والحين الانستغرام المفروض إن راح يقلل لك كل الفيديوهات الإباحية من صفحة الريلز.